دكتور حسين، 30 مليون دينار سعر المتر المربع في عقارات كربلاء، ما هي الأسباب التي تقف وراء ارتفاع أسعار العقارات إلى هذا الحد؟ وماذا عن القدرة الشرائية اليوم في ظل الحديث عن ضياع أحلام مواطني كربلاء بالاستملاك؟ حقيقة هذا التقرير الجامع المانع الذي عرض على قناتكم الكريمة هو واقع حال كربلاء الآن، وهذا بالحقيقة مؤشر بأن الوضع الأمني هو الأول دائما الذي ساعد على يعني ساعد على كثير من الأيادي والأموال والتجار الذين يتسابقون على الاستثمار في كربلاء. حقيقة لدينا فندق يبعد عن الإمام أقل من ربما 300 متر، هو فندق الأنباري، بيع هذا الشهر بمبلغ 30 مليون متر الواحد، والحقيقة هو البايع اليوم هو خسران لأنه هذه الأموال لا قيمة لها مقابل العقار في كربلاء. من الأسباب الأخرى التي أدت إلى حقيقة هذا الارتفاع هو عملية مثل ما وضحنا التسابق ما بين تجار الأموال وما بين تجار العقارات على أخذ عقارات قريبة من الإمام بغية إقامة مشاريع استحصل من عندها أرباح ربما تكون أرباح هي غير اعتيادية. فضلا عن ذلك ما تقوم به العتبات المقدسة من عملية توسعة الصحن الشريف لكل من الإمام الحسين واقية بالفضل العباس، هي عملت بشكل أو آخر على زيادة الأسعار بشكل وإن كان هو استملاك تارة يكون رضائي وتارة يكون قضائي. ربما نستطيع أن نضيف نقطة أخرى، كثير من الأموال اللي كانت تروح للبنان وكانت تروح لإيران من قبل الساسة الفاسدين الذين عاتوا في الأرض فسادا وجدوا من الكربلاء هو مرتع لهم في شراء العقارات، بل اليوم يقومون بشراء الأراضي الزراعية على مستوى 100 و200 دونم وربما آلاف الدوانم. هذا كل أسباب الحقيقة أدت إلى ارتفاع أسعار العقار، ولا يستطيع الموظف البسيط فضلا عن الكاسب من شراء أرض إلا في مناطق تكون بعيدة، ولكن ضمن التصميم الأساس لبلدية كربلاء والحر، وهذا بالحقيقة غالبا تكون هذه المناطق ما مخدومة. نعم، لكن